السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد من الدروس الإلكترونية التفاعلية لمادة الرياضيات الصف الأول الابتدائي مدرسة القيم الأهلية، معكم أستاذ سارة عهد. إذا تم المتعلمين الجزء الصحيحة حتى نبدأ درسنا. الجزء الصحيحة استمعنا للنشيد الوطني في الدرس الأول. افتح الكاميرات. لمار افتح الكاميرا. ماما اللي ما يفتح الكاميرا يعني حسب غياب سارة يوسف. بداية خلنا نتذكر درسنا السابق. كان درسنا السابق اللي هو كنا نجمع العدد مع نفسه، أما زائد واحد أو ناقص واحد. مثل ما تلاحظون هنا أمامكم هذه الدوائر الزرقاء، إذا نجي نحسبها هي أربعة. هي أربعة، خلي أشير لكم. أنا هنا عندي أربعة من الدوائر، نجمعها مع نفسها الأربعة من نفسها الأربعة هي ننجزها أربعة. إذا صار عندي أربعة زائد أربعة راح يساوي لنا ثمانية. هذا العدد شنو الثمانية؟ هذا ضعف الأربعة، ضعفها هي الثمانية. أربعة الضعف مالتها هي ثمانية. زين، أقل الزائد واحد، هذه الثمانية زيدت عليها واحد، زيدت عليها واحد، صارت ثمانية زائد واحد راح يكون الناتج ويساوي تسعة. تمام، ناخذ مثال آخر. عندي الآن واحد اثنان ثلاثة، هذا هو العدد ثلاثة، أجمعه مع نفسه، نفسه من الثلاثة هي نفسها الثلاثة. إذا صار عندي ثلاثة زائد ثلاثة ويساوي ستة، هذا ضعف ستة، هي ضعف الثلاثة. ستة هي ضعف الثلاثة. زين، هسه عندي هذه الستة شو بدي أسوي؟ أنقصها واحد، ناقص واحد، نقصتها واحد راح يكون الناتج ويساوي خمسة. ستة نقصتها واحد راح يكون الناتج ويساوي خمسة. درسنا لهذا اليوم هو الجمع لتكوين العدد عشرة، يعني حجمع أكون العدد عشرة وبعدين أتقدم للأمام. خلينا نشوف شلون. نجي على أول فقرة اللي هي فقرة أتعلم. قايل لي أجد ناتج تسعة زائد أربعة. مثل ما تلاحظون هذه الدوائر اللي موجودة باللون الوردي هذه هي تسعة، تمام، وعندي أربعة باللون الأزرق. أنا هنا عندي كم وحدة زرقاء أخليها مع اللون الوردي حتى شنو؟ حتى نكون العدد عشرة، حتى نكون العدد عشرة. أنا من عندي الأكبر التسعة أم الأربعة؟ تسعة. إذا التسعة أنا إيش بدي أضيف عليها من هذه الأربعة؟ راح آخذ أزرق واحد. هنا مثل ما تلاحظون دائرة زرقاء واحدة أضعها وين؟ أضعها مع هذه التسعة حتى تصير عشرة. إذا صارت عشرة، كم دائرة بقيت زرقاء؟ أنا أخذت من حتى وحدة، إذا بقيت ثلاثة، فصار عندي عشرة زائد ثلاثة ويساوي ثلاثة عشر. عشرة زائد ثلاثة ويساوي ثلاثة عشر. هذه الطريقة يعني شنو؟ أنا كونت العدد عشرة والعدد الباقي حيصير عشرة زائد مثلا ثلاثة، عشرة زائد اثنان، عشرة زائد خمسة وهكذا. خليني أعطيكم أني أمثلة، أعطيتكم أمثلة اثنان خارجية على مود تسهل عليكم فهم الموضوع. نجي على مثال رقم واحد. مثال رقم واحد، مثل ما تلاحظون أنا هنا كم وجه أصفر أمامي؟ أجي أحسبهم. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هذا هو العدد ثمانية، زائد كم وجه أصفر آخر؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة، صار عندي ثمانية زائد أربعة. أنا أقدر أجمعهم بهذه الطريقة، يا أما أخلي الكبير وين؟ قلنا نخليه بحقنا وبأربعة بإيدنا ونتقدم للأمام، وممكن نجمعهم على خط الأعداد، مو صحيح؟ ممكن هذه الطريقة الأخرى اللي هي طريقة شنو؟ طريقة تكوين عشرة. من الكبير؟ الثمانية أم الأربعة؟ الثمانية هي الكبيرة.
الثمانية شقد أضيف لها؟ شقد أخذ من هذه الأربعة حتى تصير هنا 10؟ راحوا لاحظوا هذه الأربعة راح أخذ شقد منها؟ 2. راحوا خليتها بهذه الدهشة، صارت الآن صارت 10، هنا صارت 2، إذا 10 زائد 2 هذه 10 زائد 2 شقد؟ 12. 10 نجمعها ويا الواحد 11، 10 نجمعها ويا الاثنان 12، 10 نجمعها مع الثلاثة 13، 10 مع الأربعة 14، وهكذا. إذن الآن صار عندنا الناتج هو 12. 12. أعطيكم مثال آخر. عندي هنا مثل ما تلاحظون أشوف كم صورة خروف أمامي، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. أنا الآن عندي 7 وعندي خرفان أخرى أريد أجمعهم سوا وياهم، 1، 2، 3، 4، 5. نعم صفحة شكيت. لا حبيبتي بعدني ما بديت بالصفحة، هذه أنا أمثلة أفهمكم بعدين نجي على فقرة أتأكد. أوكي حبيبتي، فصار عندي 7 زائد 5، ما أريد أجمع 7 زائد 5، تمام؟ فتحت المايك. أريد أجمع 7 زائد 5، زين أبغى العدد الكبير، من العدد الكبير هل هو 7 أم 5؟ هل هو 7 أم 5؟ طبعا 7 هو العدد الكبير، إذا هذه 7 راح أضيف عليهم كم عدد من هذه حتى شنو أكون 10؟ راح أخذ خروف واحد، تعالوا لاحظوا راح أخذ خروف واحد، هنا صاروا 8، أخذت خروف ثاني هنا صاروا 9، أخذت خروف ثالث صاروا 10، إذا هنا صار عندي 10، هنا صار عندي 2، 10 زائد 2 يساوي 12. إذا جمعنا بهذه الطريقة 7 وين قلبنا و5 بإيدنا حيطلع أيضا نفس الناتج، هو الناتج 12. لكن شنو اللي يسهل لنا إنه 10 قلت مثل ما قلت لكم زائد 2 12، 10 زائد 3 13، 10 زائد 5 15، وهكذا، إنه يسهل لكم الجمع بطريقة أسرع. ممكن طبعا أنتم بأي طريقة تحبون تجمعون عادي ماكو مشكلة، المهم يكون الناتج مالتنا صحيح. الآن ننتقل إلى فقرة أتأكد اللي موجودة بالكتاب صفحة 104. ننتقل إلى فقرة أتأكد اللي موجودة بالكتاب صفحة 104. نحضر أقلامنا الرصاص. نجي على رقم 1، جاي لي رقم 1 دائما يكون تمرين محلول. لدى هالة 8 من التفاحات الحمراء، هذه 8 تفاحات حمراء، و3 هذه 3 باللون الأخضر، تمام؟ ما مجموع التفاح لدى هالة؟ أنا عندي إذن أنا شنو؟ عندي 8 زائد 3 8 زائد 3، هذه 8 الحمراء والثلاثة شنو؟ الخضراء. أنا راح أخذ كم من الخضراء حتى أضيفهم للعدد الكبير؟ راح أخذ 2، ضعوا هنا كملت العدد 10، كم تفاحة بقيت؟ وحدة، إذا 10 زائد 1 حيكون الناتج 11. الآن ننتقل إلى تمرين رقم 2، أنتوا راح تشاركون إن شاء الله بالحل. قال لي عنده سمير 6 من المكعبات الحمراء، هذه 6 من المكعبات الحمراء، و4 من المكعبات الزرقاء، و2 من المكعبات الصفراء. كم عدد المكعبات عند سمير؟ راح أكون العدد 10، راح أكون العدد 10،
عندي ستة وعندي اثنان وعندي أربعة. الستة هي الكبيرة، الستة أجمعها ويا الاثنان ما تكون عشرة، راح أجمعها ويا الأربعة، إذا ستة وأربعة عشرة. تمام، هذه العشرة هي تنزلتها، زائد من بقى الاثنان خليتها، إذن عشرة زائد اثنان كم يساوي؟ عشرة زائد اثنان كم يساوي؟ يلا يا سارة. نعم تاسي ليت الشونش بخير الحمد لله. يلا يا سارة، عندك هنا رقم اثنان كوننا العدد عشرة، كوننا العدد عشرة، والآن بقى عندي إنه عشرة زائد اثنان كم يساوي؟ اثنا عشر. أحسنتي، راح يكون الناتج هو اثنا عشر. راح نكتب بالمربع اثنا عشر، نكتب بالمربع اثنا عشر. شكرا يا سارة. أغلق يلا يوسف. يوسف يحرق. نعم شانسي. شونك؟ زين. إن شاء الله زين. يلا يا يوسف، عندك تمرين رقم ثلاثة، قايل لي أجمع ثلاث الأعداد وأجد المجموع. أنا عندي سبعة وعندي ستة وعندي ثلاثة. وعندي ثلاثة. منو أجمع حتى أكون العشرة؟ منو الكبير؟ الكبير هو السبعة. السبعة. السبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة. ممتاز. إذا راح مثل ما تلاحظون شلون أنا أسوي، تسوون بالكتاب السبعة مع الثلاثة حكون العدد عشرة. أحسنت، صار عندي عشرة. عشرة. إذا هسا زائد ثلاثة. هذه لا، هذه العشرة. أحسنت، عشرة زائد ستة قد يساوي ستة عشر. ممتاز، بارك الله بك، ويساوي ستة عشر. أحسنت يا يوسف، ويساوي ستة. العفو حبيبي. صار عندي الناتج مثل ما قال زميلكم، العشرة كونتها مين من السبعة زائد ثلاثة؟ سبعة زائد ستة مو عشرة، إذا أنا السبعة ويا الثلاثة راح تكون عشرة. هذه الأعداد أنا جمعتهم، من بقى عندي؟ بقى عندي الستة، أنا العشرة هي نزلتها، وهذه الستة أيضا نزلتها، فحيكون الناتج هو ستة عشر. نجي على فقرة التحدث، هي ما مطلوبة لكن هنا أنا حتى أسهل لكم فهم الموضوع، قال لي أشرح طريقة لإيجاد ناتج ستة زائد ثلاثة زائد أربعة. هاي أنا ححل لكم إياها حتى تفهموها كمثال. عندي أنا الستة راح أكتبها بصورة عمودية، وعندي الثلاثة وعندي الأربعة، وهذه علامة الزائد، راح أجمعهم. أنا أول شيء خل أكون عشرة، الستة ويا الثلاثة تسعة ما تكون عشرة، الستة مع الأربعة تكون عشرة. إذا باوع الستة ويا العشرة ويا الأربعة عفوا راح تكون لي عشرة. إذا صار عندي هذه العشرة ويا من أجمعها ويا الثلاثة هاي الأمامها، إذا عشرة زائد ثلاثة راح يساوي لي ثلاثة عشر. هذا الناتج هو ثلاثة عشر. تمام، هذه هي فقرة أتأكد. فقرة أتحدث أنا حللتكم إياها على مود سهل لكم فهم الموضوع. الآن ننتقل إلى فقرة أحل. ننتقل إلى فقرة أحل. رقم أربعة من فقرة أحل قايل لي أستعمل المربعات منه الزرقاء والحمراء. دائما أبدأ أنا بالعدد الأكبر وأكمل للعشرة. إذا عندي تسعة زائد اثنان، تسعة زائد اثنان، منو الكبير؟ تسعة أم الاثنان؟ يلا يا روان. روان عمر. نعم فا. يلا حبيبتي، عندك تسعة زائد اثنان، من الكبير؟ روانة. تسعة أم الاثنان؟ تسعة أكبر. التسعة أكبر. إيش قد راح أخذ من الاثنان حتى تصير عشرة؟ واحد. أحسنتي، إذا أنا صار عندي
عشرة، هاي التسعة كونتها سويتها عشرة، زائد الاثنان أخذت منها واحد، جد بقى من عندها واحد. أحسنتي، إذا صار عندي عشرة زائد واحد ويساوي قد يساوي أحد عشر. أحسنتي روان، راح يساوي لي أحد عشر، عشرة زائد واحد ويساوي أحد عشر، وشكراً إليك. الآن عندي ستة زائد سبعة، ستة زائد سبعة، من هو الكبير، الستة أم السبعة؟ الستة أم السبعة؟ يلا زهراء. نعم سان سيفي. يلا زوزو، عندك ستة زائد سبعة، السبعة أضيف لها حتى أكون عشرة أم الستة؟ السبعة. السبعة، أحسنتي، السبعة شكد أضيف لها وتصير عشرة؟ السبعة عندك بإيدك، شكد تحتاجين، كم أصبع حتى تكونين عشر أصابع بإيدك؟ كم أصبع أكو أنت ضامته؟ ثلاثة. أحسنتي، أنا ضامة ثلاث أصابع، أحسنتي، هاخذهم من الستة، إذن أنا شنو عندي، ستة أخذت منهم ثلاثة، مو صحيح؟ إذن شكد بقى من الستة؟ ثلاثة. أحسنتي، إذن ثلاثة زائد عشرة، لأن السبعة كوناها سويناها عشرة، ثلاثة زائد عشرة، زهراء شكد يساوي؟ ثلاثة عشر. أحسنتي، ثلاثة عشر، أحسنتي حبيبتي، ممتاز، راح يكون ثلاثة عشر، أحسنتي. ننتقل إلى مثال آخر، تمرين رقم خمسة، قايل لي أكون عشرة وأجمع، أيضا راح أكون عشرة، يلا يا إيلين، حبايبي كلكم حتشاركون لأن التمارين تكفي أعدادكم. نعم حبيبتي، عندك سبعة زائد اثنان زائد ثلاثة، أنا أريد أكون عشرة، من الكبير، السبعة أم الاثنان أم الثلاثة؟ سبعة. سبعة ثلاثة. أحسنتي، السبعة مع الثلاثة راح تكون لي العدد عشرة، هذه السبعة عشرة، إذن عشرة، فصار عندي عشرة زائد اثنان، عشرة واثنان اثنى عشر. أحسنتي، اثنى عشر، اكتب 12 بالمربع. شكرا. 12، شكرا إليك. تلميذ آخر، يلا سما. نعم سانزي حبيبتي سماوي الجميلة. سانزي. نعم حبيبتي. ليش صوتك متغير؟ صوتي متغير شوية، مريضة اليوم، تعبانة حبيبتي، في دول عينك حياتي، الله يسلمك. سماوي حبيبتي، عندك سبعة زائد، العفو، ستة زائد سبعة زائد ثلاثة، احنا عندنا منو الكبير، منو الكبير بهذه الأعداد؟ ثلاثة عشر. سبعة. السبعة، أحسنتي، السبعة هي الكبيرة، السبعة ويا ما نجمعها ويا الستة حتى تصير عشرة، لو ويا الثلاثة ويا ستة. السبعة، طلعي سبعة بيدك، طلعي سبعة بيدك. زين، كم أصبع أنت ضامة؟ كم أصبع ضامة أنت؟ كم أصبع؟ خمسة. ستة. لا، ضعي علي سما. ثلاثة. ثلاثة، أحسنتي، ثلاثة اللي إحنا ضاميهم، هذه هي الثلاثة، إذن حتى تكون عشرة، إذن الثلاثة ويا ما نجمعها، الثلاثة ويا السبعة، أحسن، إذا صار عندي هذه عشرة، كونت عشرة، عشرة وستة شقد؟ ثلاثة عشر. عشرة وستة ستة عشر. ستة عشر، أحسنتي، ستة عشر، أحسنتي حبيبتي، ستة عشر، لأن أنا عندي سبعة وثلاثة كونت عشرة، إذن هذه عشرة جمعتها مع الستة فتكون عندي العدد ستة عشر،
الآن عندي 9 زائد 1 زائد 8، شلون راح أكون 10؟ من يا أعداد من هذول، من الكبير ويا من الجمعة حتى أكون العدد 10؟ يلا يا سماء روان شاركت. سماء، زهراء، إيلين، سارة، يلا يا ياسين. حبيبي ياسين عندك 9 زائد 1 زائد 8، شلون ممكن تكون عدد 10؟ 9 كبير ويا من الجمعة، ويا من الجمعة 9 والواحد. أحسنت، 9 والواحد، هذه 9 ويا الواحد حيكونون 10. فصار عندي 10 زائد 8 8 ياسين 10، نضيف لها 8 10 بدمارك، وضيف 8 شو بتحسب؟ يلا وراها ال 10 8 وتقدم للامام. 11 12 13 14 15 16 17 18 18 أحسنت ياسين. دائما ما تنسون شنو عندنا، أي عدد جمعة هي 10، مثلا 5 و10 هي 15، 8 و10 18، 9 ويا 10 19، تمام؟ زين، مثلا عندكم 7 و10 17 وهكذا. فأنا عندي هسه 10 ويا 8 18، 10 ويا 6 16، 10 ويا الاثنان 12 وهكذا. زين الآن عندي 8 زائد 6 زائد 4، شلون ممكن أكون العدد 10؟ أجمع يا عدد مع يا عدد حتى أكون العدد 10. يلا لمار. لمار. نعم ساسي. يا مار حبيبي حيل الكاميرا ماما، لا تغلقيها. ليش تغلقيها ماما؟ افتحي الكاميرا. عندك 8 زائد 6 4، المن حتاخذين حتى تكونين 10؟ من تجمعين يا اعداد؟ راح اساعدك انا. عندك الستة، الستة نخلي لها 4 حتى تصير 10، ونخلي لها 8 حتى تصير 10. 8 شلون؟ جربي بإيدك، جربي بإيدك طلعي 6، جربي بإيدك طلعي 6. كم أصبع عندك مضموم؟ لا ما طلعي لي 6 بإيدك ماما، 6 بإيدك. اي 6 هذه 6. كم أصبع عندك مضموم مدى نستخدمه؟ كم أصبع؟ 4. 6 ويا من أجمعها؟ 4. 6 أجمعها ويا 4، هذه 4 أجمعها ويا 6 حكون 10. إذن 10 و 8 لمار، 10 و 8 10 مع 8 راح يتكون عندي العدد عندي 18. 18 زين. الآن عندي 5 زائد 9 زائد 5، يا أعداد حجمها حتى أكون العدد 10؟ راح أعداد أجمع حتى أكون العدد 10. يلا يا يوسف، يوسف يعرب. نعم سانسي. يلا حبيبي يوسف، عندك 5 زائد 9 زائد 5، شلون راح تكون العدد 10؟ 5 زائد 5 يساوي 10. 5 ويا 5 يساوي 19. ممتاز، بارك الله فيك. إذا هذا عندي 10 ويا 9 صار عندي العدد 19. 9 2 ويا 5 2 هن يساوي 19. أحسنت، بارك الله فيك، بارك الله فيك ماما، أحسنت.
مثل ما قال زميلكم الخمسة هي الخمسة كمان عندي العدد عشرة، العشرة مع التسعة فصار عندي العدد 19. زين الآن عندي ستة زائد ستة زائد أربعة، هذا التمرين رقم ستة قال لي ما مجموع المكعبات، المكعبات عندي ستة باللون الأصفر، ستة باللون الأخضر، وأربعة باللون الأحمر. قال لي شلون أكون بداية العدد عشرة وبعدين شنو أتقدم للأمام. يلا يا زهراء. زهراء. أنسي. حبيبتي عندك ستة زائد ستة زائد أربعة، شو راح تكونين العدد عشرة؟ الستة راح ناخذ واحدة من الستة، الستة نجمعها ويا الستة، لو الستة نجمعها ويا الأربعة طلعي لي ستة بإيدك ويا الأربعة. أحسنتي، أنا الستة إذا طلعتها بإيدي راح أشوف أربعة أنا مدى أستخدمهم، إذا صار عندي ستة ستة جمعتها ويا الأربعة كونت عشرة. أحسنتي، عشرة زائد ستة إيش قد زوزو؟ إيش صار؟ ستة عشر. ستة عشر أحسنتي، صار عندي العدد ستة عشر. أحسنتي حبايبي، مثل ما لاحظنا هذا درسنا ما يفرق عن الدروس السابقة، هو كل عملية جمع، وأني من أريد أعطيك أعداد أقول لك اجمع ليها، ممكن تطلع ليها بطريقة تكون عشرة، ممكن بإضافة واحد اثنان ثلاثة مثل ما كنا نتقدم للأمام، نضع الرقم الكبير بقلبنا أو عقلنا ونتقدم للأمام، كله ماكو مشكلة، المهم شنو يظهر عندي نفس الناتج. تمام، هو كله بكل الطرق يظهر عندي نفس الناتج. هنا أنا درد سهل لك، كانت عندنا طريقتنا اللي هي تكوين العدد عشرة، نشوف شنو العدد الكبير نضيف له من العدد الصغير ونكون عشرة ونتقدم للأمام، باعتبار قلت لكم العشرة نجمعها ويا اثنان تصير اثنا عشر، لأن هي العشرة موجودة إذا بس نضيف لها اثنان فصارت اثنا عشر، السبعة نضيفها للعشرة هي السبعة نفسها واثنا لها عشر فصارت سبعة عشر وهكذا. تمام، حلينا فقرة أحل، ما عندنا بعد شيء، إن شاء الله عندكم حل في كتاب النشاط سأنزلكم عن الصفحة. هذا كان اللي يخص درسنا لهذا اليوم، إن شاء الله يوم السبت حنحل نحل مراجعة الفصل، وأيضا نبدي بدرس جديد إن شاء الله. هذا درسنا لهذا اليوم، أشوفكم بخير إن شاء الله، كانت معكم أستاذة سارة عهد، مع السلامة، إلى اللقاء.